صباح الخير أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج يوم جديد. تمرينات اليوم راح نستخدم فيها الستيب، هي عبارة عن تمرينات هوائية للجهاز التنفسي بالإضافة إلى عضلات الجزء السفلي. أوكي، راح نبلش في تمرينات الإطالة. تنير الركبة، مد الذراعين إلى أعلى، البطن مشدود. راح نثبت 10 عدات، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. تمرين إطالة لعضلة الفخذ الخلفية، وضع القدم على الستيب، نثبت 10 عدات، 1 2 حس إطالة في العضلة الخلفية، 5 6 7 8 9 10. نبدل، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. عضلات الفخذ الأمامية، الركبة متنية، البطن مشدود زي دائما، الصدر مفتوح والرأس إلى أعلى، وسحب. نحس في إطالة في عضلة الفخذ الأمامية، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. بدل، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. أهم شيء في تمرين الستيب إنه كامل القدم تكون على الستيب، ما تكون جزء من القدم على برا الستيب، كامل القدم تكون على الستيب. راح نبلش التمرينات، 8 عدات كل تمرين راح ناخده. أوكي، تمرين قدم اليسرى على الستيب، 8 عدات. تمرين ابتدي، 1 2 3 4 5 6 7 8. بدل، 1 2 3 4 5 6 7 8. بدل، 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. ريح، نعمل تمرين في ستيب ونعمل سكوات. 1 2 3 4. 1 2 3 4 5 6 7. تشينج، 1 2 3 4 5 6 7. تشينج، 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. باك ستريتشنج، طالع شوي شوي، ايزي، نعمل إطالة، طالع عضلات الفخذ الداخلية، رجل يمين شمال، نثبت، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. نص، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ولا هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة اللي كانت عبارة عن تمرينات هوائية. احنا تقريبا عملنا 5 دقائق و 4 دقائق، فينا نعيد هذا التمرين 5 و10 دقائق وربع ساعة. يعطيكم العافية.